مرحبا، معكم كامل حافي عبد الكريم النابلسي، اليوم بدي اشرح لكم على الفويس ريكوجنيشن سكيورتي سيستم. كامل بده يحكي عن السوفت وير بارت تاعها وبده يجربها قدامكم. اول شيء طبعا البروجكت تبعنا اساسه السيريال كوميونيكيشن، استخدمنا عشان نبرمج السيركت كلها استخدمنا لايبراري موجوده في المايكرو سي اسمها اليو اي ار تي لايبراري، وهون استخدمنا ال سي دي عشان نبرمجها، استخدمنا لايبراري موجوده في المايكرو سي كمان اسمها ال سي دي لايبراري. طبعا استخدمنا هون الفويس سنسور لبرمجته برنامج اسمه الاكسس بورت. طيب هسه خلينا نجربها. اوبن جرين، كلوز ريد. طيب هسه بدي اترككم مع عبد الكريم عشان يشرح لكم عن الهاردوير تبع البروجكت. زي ما احنا شايفين هون، اول شيء اللي هي انه احنا الفولتية او يعني الفولتية تاعت السيركت من الباور سبلاي على طول تقدر تاخذها من حيط. خلينا نفتحها. اوبن جرين. زي ما احنا هون شايفين، بدنا نشرح الكومبوننتس تاعتها. اول شيء هون احنا زدنا ليدز، هاي الليدز طبعا يعني عشان بس منظر من قدام، توصيلتها توصيله الليد العاديه وواصلينها مع البيك. بدنا نيجي هون للال سي دي. الال سي دي طبعا زي ما حكى توصيلتها موجوده بالمايكرو سي، بتقدر تساعدكم هاي التوصيله، وهي تحت البوتنشيميتر تاع ال سي دي. بعدين نيجي للريلي. الريلي عباره بدال سويتش، لانه احنا هون مستعملين 12 فولت فلازم يكون عندنا ريلي، فهي الريلي اللي احنا مستعملينه. بعدين على الفويس سنسر او فويس موديول احنا مبرمجينه اساس يستقبل الاوامر الكلام تاعنا ومشبوك مع البيك. طبعا في سي سي مع في سي سي، جراوند مع جراوند، ترانسميتر مع ريسيفر، وريسيفر مع ترانسميتر. بعدين عندنا تحت اللي هو الفولتج ريجليتر، عشان احنا عندنا 12 فولت، الفولتج ريجليتر بحول لنا اياها ل 5 فولت وبيعطيها للبيك ولباقي الشغلات. بعدين عندنا هون السينيلويد اللي هو القفل تاعنا. بس خلينا نسكرها. كلوز ريد. نحب نشكر دكتور بلال صبابحه، كل المهندسين ساعدونا بهذا البروجكت، وان شاء الله تكون استفدت.